السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وشكرا. أعرب وزير الشباب والرياضيات الجزائري عبد الرزاق صبقاق عن استيائه الكبير لتكرار فضيحة ملعب مصطفى شاكر بالبليدة بعد احتضانه لمباراة الجزائر أمام النيجر لحساب الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. وخرج الوزير الجزائري لتوضيح ما حدث للرأي العام بعد محاولة بعض الإعلاميين توجيه أصابع الاتهام إلى أطراف خارجية وتحديدا المملكة المغربية بتحميلها المسؤولية في الأرضية الكارثية التي يستقبل فيها أبطال إفريقيا مباريات القارية. وقال صبقاق في تصريح صحفي يوم الأحد: رئيس البلاد كان محقا عندما تحدث عن العصابة، يبدو أن عقلية العصابات أصبحت مترسخة لدى بعض مسيري المنشآت في الجزائر. وتابع: من المؤسف أن نصل إلى الوضع الحالي والفضيحة التي تحدث عنها لاعب المنتخب الوطني. ثم ختم حديثه موضحا: لقد اتخذنا قرارات فورية يمكن اعتبارها حلولا آنية لكل معضلة أعمق من ذلك، نحتاج للقيام بخطوات مدروسة. حيث واصل الإعلام الجزائري بحثه عن الأسباب والدوافع التي تجعل من أرضية ملعب مصطفى شاكر بالبليدة غير صالحة في كل مرة تستقبل خلالها مباريات بطل إفريقيا ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022. وانفجر لاعبا المنتخب الجزائري رياض محرز وإسلام سليماني غضبا في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة الجزائر ضد النيجر أول أمس الجمعة، حيث قال: نأتي لتمثيل البلد ونجد مثل هذه الملاعب، إنه أمر كارثي. وناقشت قناة النهار المحلية أسباب الحلة السيئة لعشب مصطفى الشاكر، إذ بادر أحد إعلاميها: نمشي بعيد، أنت تعرف أن الجارة الغربية هي من تمول الكاف، لأن أحمد كان دائم الإقامة بالمغرب. وتابع المدعو كمال المهوي: بعد تتويج الجزائر بكأس إفريقيا المغاربة لم يهضموا ذلك وأرادوا تحطيم منتخب الوطني. وواصل فوز الأقجع: والجامعة والمغرب كدولة يريدون تحطيم المنتخب الجزائري، واليوم استطاعوا الوصول بطريقة أو بأخرى إلى مبتغاهم عبر التأثير على مسار الخضر. واستدرد موضحا: عندما تحارب وأنت بطل إفريقيا تلعب في بلدك، فلا تقل لي إنك لا تتعرض لمؤامرة. سوء أرضية ملعب مصطفى شاكر مؤامرة مقننة من طرف من يريدون الإطاحة بنا. وأنهى الإعلامي الجزائري حديثه متسائلا: الجزائر القوة الإقليمية ما تقدرش تخدم ملعب. ثم أجابه المقدم في ختام نقاشهما على أرضية الملعب: هذه أرضية ميدان لبلادك، ما تهلاوش فيها وما كايناش الصيانة في البلاد.